فاطمة العبيدي فنانة تشكيلية في هالإطار الفني الحلو هذا بين الحكايات القديمة اللي تدل على تاريخ كبير لهنا في العراق في كردستان العراق في العراق ككل. نتعرف عليك ساعة. فاطمة العبيدي فنانة تشكيلية من العراق وشرفتونا طبعا أول شيء بالعراق وأهلا وسهلا بكم. أنا فنانة تشكيلية صار لمدة أكثر من 20 سنة أرسم، وقبل مدة شاركت في تونس في منستير، وقبلها كمان شاركت في سيدي يعني صديقة تونس. صديقة تونس بالضبط. بالضبط يعني. شكرا. الحمد لله عندي مشاركات خارج العراق أكثر من 15 دولة. واليوم جيت أزور أربيل حتى ألتقي بكم وعمل معاكم هذا اللقاء الجميل المشوق والرائع وبهذا المكان الفني اللي كلها عن معالم العراق وقلعة أربيل والسيدة الكردية والراحات اللي تطحن بها الطحين والهالشغلات اللي كلها فلكلور الكردي والعربي والعراقي بسرعة عامة. أنت من مدينة كركوك؟ نعم من مدينة كركوك. كم تبعد على أربيل؟ 45 دقيقة مش أكثر، لكن قلوب قريبة جدا عن بعض. والله لما حتى كان شوية بعيدة المسافات أما القلوب دي ما بعيدة. حتى اللغة نفس الشيء، التركي والعربي والكردي عادي، إحنا بيناتنا تواصل قوي ومنذ مئات السنين. نتصور معناتها مش حتى في كركوك ولا في كردستان العراق، معناتها العراق الكل بلد فني يعني. نعم غني. لأن مهد الحضارة العراق حضارة. نعم الحضارات الأكادية والآشورية والبابلية والسومرية وحتى العباسية. هذه الحضارة معروفة العراق. يعني في برشا نساء يعني فنانات كيفك هك؟ كل بيت كل زاوية كل شارع تلقى الفن. العراق غني بالفنانين والفنانات. والفنانات من شمال الجنوب. معناتها يمتهنوا الفن ولا هي معناتها حاجة في العروق في الدم كما نقولوا؟ في العروق في الدم. موجود في العروق في الدم ويتوارثوها ونفس الوقت ويدرسوها، بس أكثر شيء أنا أشوفها أكثر شيء وراثة. بلد الفن والجمال والثقافة والحضارة، يأثر هذا على طبيعة الشعب يعني في ممارساته وفي حياته اليومية؟ طبعا أكيد أكيد أكيد. ولهذا تلاحظ المواطن العراقي دائما رغم المعاناة رغم الألم رغم الاضطهاد دائما متفائل وما منقطع عن الفن ويرسم ويبدع ومشهور. وحتى لو تلاحظ أنه أول ما يخرج الفنان العراقي خارج العراق تشوف دائما الفن العراقي في القمة، دائما الفن العراقي في القمة، وهذا أنا لاحظته من خلال مشاركاتي. فاطمة شنو ترسمه بالضبط يعني؟ هات ناخذ فكرة على لوحاتك وعلى الرسم اللي ترسم. لا نرسمها، أنا أرسم الواقعي على تجريدي على انطباعي على الشيء اللي أنا ارتاح له أرسمه. وجو الأجواء اللي هي اللي تساعدني، مثلا في موقف حزن ممكن لوحتك شوية تكون حزينة، لكن أنا طبيعتي كفنانة تشكيلية فاطمة العبيدي دائما أتفائل وأزرع البسمة والتفاؤل والأمل، ودائما لوحاتي مشهورة بالألوان لأن ما أحب الشعب العراقي يعاني أكثر مما يعاني حاليا، فأحب أزرع الأمل دائما. فاطمة أنت كنت بحذنا ضيفة في تونس وعلى شعب تونس وعلى ثقافة وأهل تونس، كيفاش لقيت تونس وأهلها وشعبها وثقافتها؟ لقيت الشعب التونسي وأرض تونس ونساء تونس، ما في فرق بينه وبين المرأة العراقية والجو العراقي، كأنه أنا في بيتي في أهلي في داري. هذا ما وجدته في تونس وحقيقة وبدون مجاملة يعني الشعب تونس هم شعبنا وأهلنا وأحبابنا، وأنا زرتها أول مرة وإن شاء الله ما تكون أول مرة، إن شاء الله أزورها وداوم على الاستمرار وأشارك في معارض مع نساء تونس إن شاء الله. على كل شعب تونس وشعب عراق شعب واحد وقلب واحد وإيد واحدة. يعطيك الصحة، وإحنا لقينا حفاوة كبيرة هنا في العراق، يعطيك الصحة، حبيناها درجة صغيرة معاك نتعرف عليك وعلى فنك. ربي فضلك ومرحبا بك ديما في تونس. شكرا جزيلا، الله يخليك وأشكرك وأشكر كل أهل تونس وشرفتونا ونورت العراق ونورت الأربيل بشكل خاص.